السلام عليكم، مرحب بكم في قناتهم عادل ومريم، كوني متألقة في بيتك. النهاردة إن شاء الله هنعمل البطاطا المسلوقة كده، على تعتبر مسلوقة على البخار. عندي المكونات بتاعتي: بطاطا، بطاطا أنا غسلها كويس ومنقعاها في المية لمدة حوالي 10 دقايق كده، عشان لو فيها أي زبط أو أي رواسب تطلع منها تلين كده وتطلع. غسلها انا ومصفياها دلوقتي في مصفى. هجيب هنا عندي اول حاجة حلة على النار، انا جبت ديني حلة بس لسه ما حطيتهاش على النار، لما احط البطاطا بتاعتي الاول. واجيب ورق عادي، يعني ورق كراسات بس يكون ما فيهوش كتابة عشان الالوان يعني والحبر ما طلعش في الاكل او كده. هرش على الورق ده شوية مية كده بس، او كده رشة واحدة من المية. اجيب اضيف البطاطا بتاعتي، اضيف البطاطاية الكبيرة الاول عشان تستوي كده من تحت، من فوق البطاطا الصغيرة. يعني احنا ساعات بنشويها كده في الفرن، هي ما كنا مشغلين الفرن بنشوي البطاطا، ما مشغلينش الفرن فبنسويها بالطريقة ده. انا كده حطيت البطاطا بتاعته وبليت الورقات من تحت. هجيب تاني ورقتين كده، ما تحطيش ورق فيه كتابي عشان الالوان الصناعية والحبر ما يمسكش في الاكل. اهو بس كده هرش كده شوية مية اهو، بس شوية المية دولي، حطيت المية دول حوالي 3 معالق من المية هيسوولي البطاطا بتاعتي. كده انا حطيت الحلة بتاعتي على النار اهي، اغلفها كده كويس بالورق كده حوالين داير عشان البخار كده يكتم على البطاطا كده. وهديت النار على البطاطا خالص، شمعة كده تخلي النار على البطاطا شمعي عشان البطاطا بتاعتك تستوي. انا حطيت البطاطا اللي زي ما انتم شايفين، حطيت البطاطا الكبيرة الاول من تحت عشان تستوي بسرعة، عشان تستوي، عشان البطاطا الصغيرة هتستوي قبل الكبيرة لو حطيتها من تحت. فانا خليت البطاطا الكبيرة من تحت وغطي عليها النار كده، غطي الحلة وهدي النار خالص عليها واسيبها كده تستوي براحة. هدي البطاطا يا جماعة زي ما انتم شايفينها، هاي حلوة منشفة خالص ما فيهاش اي مية ولا حاجة اهي. الطريقة دي في تسوية البطاطا حلوة وكويسة وموفرة معاكي في الوقت، زي ما يكون كده شويها شوية البطاطا اهي. هوريها لكم وتشوفوها كده مستوية ولا لا اهي. ادي الحلة من تحت، نطلع منها الورق دي اهو اهو، تلينيها وتغسليها اهو. شايفين الحلة كده ناشفة ما فيهاش اي مية ولا اي حاجة اهي. زي ما انتم شايفين هجيب واحدة من البطاطات الكبار كده اهو، شوفوها كده من جوا، شوفوا السوا بتاعي اهي اهي، مستوية خالص اهي زي ما انتم شايفين. نجيب البطاطا الصغيرة كمان اهي، نجيب داي اهي، لا مهرية ولا واحدة دعكت ولا واحدة يمين ولا شمال. ودي طريقتي في تسوية البطاطا كده على البخار، ولو عجبتكم ما تنسوناش في الاشتراك واللايك.